معانا ام عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا السلام. وسهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، اتفضلي. ازي حضرتكم الشيخ عامل ايه؟ الحمد لله، بارك الله فيك. الحمد لله. انا كنت مكلمه حضرتك يا شيخ، بس انا يعني انا متجوزه بقى لي 30 سنه، ويعتبر منفصله عن جوزي بقى لي سنتين. نعم تمام. انفصال ومش طلاق؟ لا، اخواتي حاولوا يكلموه، اللي يسمع صوته يحطه على قائمه الحظر، اللي يسمع صوته يحطه على قائمه الحظر. يعني هو اللي سايبك ولا انت سايبه البيت ولا الوضع ايه؟ ايه مفهوم الانفصال بالظبط؟ انا اختلفت انا وضرتي. تمام. فانا مشيت وسبت البيت، فهو كل ما يتكلم يقول انا ما مشيتهاش، انا ما خليتهاش سابت البيت. تمام. اللي عايز يجي البيت مفتوح، وانا ما ينفعش اروح تاني البيت، لان انا ضرتي كانت صعبه معايا جدا. ضرتك عايشه في نفس البيت؟ اه، انا وهي يعتبر عايشين في بيت واحد وكده يعني. فانتي مش قادرة ترجعي علشان هو متجوز. فهي بتتحكم عليا. لا، انا وهي عشنا مع بعض شوية، بس انا وهي يعني هي بقت تتحكم فيا زيادة عن اللزوم. تمام. طيب احنا فاكرة يا ام عبد الله لما حضرتك كلمتينا قبل كده من حوالي شهر في الموضوع، بس ايه التطورات الجديدة اللي حصلت؟ يعني احنا قلنا هتدخلي حد من الطرفين، من اهلك او من اهله. اهلي يرنوا عليه يحطهم على قائمة الحظر، انا ارن عليه يحطني على قائمة الحظر. يعني هو مش عايز يرجعك؟ لا، فليا سلف، هو عايز نرجع لوحدي. فليا سلف بيقول لي تعالى روح، قلت له لا، دام هو خلاص انا سايبني بقاله كده، فما ينفعش ارجع تاني. فانا مش عارفه اعمل ايه والحل ايه. طيب انت يا ام عبد الله، عشان علشان خاطر بس عيالي. طيب انت الفكره دلوقتي ان هو شرط شرط انك ترجعي لوحدك من غير تدخل اي حد. أيوة. وانت مش قادره تعملي الخطوه دي؟ لا طبعا ما ينفعش، لان انا ضرتها يعني، معلش يعني في اللفظ، هتعمل فيا اكتر من الاول. تمام. لكن في نفس الوقت انت ما فكرتيش ان انت تسيبي الموضوع خالص وتطلبي الطلاق، ولا هو فكر يطلقك، فالموضوع متعلق. بصي يعني انا قلت يا جماعه لو هو عايز يطلقني خليه يطلقني، ندخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. لكن انت مش عايزه ده؟ انا يعني انا لو هو ده مثلا خلاص قدامنا بينا وهو خلاص رافض ان انا اروح، خلاص يديني حقوقي وكل واحد يروح لحاله. طيب سؤالك ايه بقى بالظبط يا ام عبد الله النهارده؟ انا مش عارفه كده يعني، انا محتاره، انا مش عايزه اروح اشتكي في نفس الوقت، وانا مش عارفه انا اعمل ايه. طيب يا ام عبد الله احنا هنرد عليكي، حاضر، بس عايزين نوضح حاجه، ان احنا في النهايه في البرنامج مشايخنا وعلمائنا ربنا يبارك لنا فيهم، هم بيقولوا فتاوي مش بيقدموا حلول بعينها، في النهايه كل واحد مسؤول عن اختياراته وقراراته، لان ساعات كتير بيحصل لخبطه يا شيخ احمد، يبقى عايزين نتعلق بالمشايخ. أيوة. قول لي اعمل ايه؟ فهي الفكره انها يعني الله يعينها يا رب تاني مره تتصل، موضوع صعب، كرامتها نقها عليها وهو سايبها بالسنتين، وضرتها كانت متدخله في القصة انها مشيتها بشكل ما او تعاملت بشكل ما بطريقة مش كويسة معاها، طبعا على كلام على الراوي. الراوي بالضبط كده، على عهدة الراوي، احنا دايما بنأكد على المعنى ده. فهي بتقول دلوقتي ما دخلتش اطرافها ورافض تدخل اي اطراف، وعايزها تيجي لوحدها وهي مش قادرة. الحل ايه؟ هو على حسب كلامها وعلى حسب ما ذكرت ان هو مشهاش من البيت، انه هي اللي خرجت من البيت، وبنفس الوقت هو ما عرضش الطلاق ولا عرض ان هو انا مش عايزها ترجع، قال لا، هو كل طلب بيقول لك انه هي طلعت لوحدها من البيت، فزي ما طلعت من البيت وما انتظرتش مثلا انها تتكلم معاه او انه تشوف حلول داخليا الاول، هي تركت البيت وخرجت، خرجت بغير اذنه، خرجت بغير رضاه. يعني كمان عشان تكون الامور واضحه، طالما في بيته ونحو ذلك يبقى لا تخرج من بيته الا باذنه كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. طب ممكن بس اسال حضرتك في حاجه في الجزئيه دي شيخ احمد، دلوقتي لما تكون واحده اتعاملت بطريقه سيئه جدا من ضرتها وجوزها ما دافعش، ده على كلام الراويه، بس هي قالت ان احنا عشنا مع بعض سنين، عشنا وبعدين حصل موقف هي اتظلمت فيه وجاء عليها قوي، فقامت هي غضبت وسابت قالت درءا للمشاكل، فالموقف ده الحل فيه ايه؟ ما هنا لابد لاحد الطرفين ان يخضع وان يتواضع لله عز وجل. لو هنفضل احنا الاثنين انا بقول انه لا انا طلعت من غير اذني وكذا، وانا مش هسامح في الموضوع ده، ومش هترجع ومش هروح اجيبها وعايزه ترجع، اهلا وسهلا. وهي انا مش عشان كرامتي وانه عشان مش عارف هيستوطوا حيطي بعد كده وما الى ذلك. لا بد وان يحصل التطاوع والتواضع. يعني التواضع والتطاوع، التواضع هو ان يسمع كل منا للاخر، ان يتواضع كل منا للاخر وان يسمع له،
فمن الزوج ومن الزوجة. وكمان التطاوع أن يتطاوع فيما بينهما على الخير. طالما على حسب كلامها وعلى حسب ما هي ذكرت، أنا شايف إن هي حابة ترجع. بالظبط. وبنفس الوقت الزوج ما منعش، مش حابب يطلق، ما قالش مثلا لا أنا هطلق وأنا مش عايزها والكلام ده كله، قال لا هي حابة زي ما خرجت ترجع على البيت. في بعض الرجال عقليتها بالشكل ده. صح. أنا بقول لك أنا هي زي ما طلعت بنفسها ترجع بنفسها. طيب. محدش طلعها. طب ممكن يعني اقترح اقتراح وحضرتك قول مدى صحته ايه، وهل ده يكون رأي حكيم ولا لا؟ هي اللي مسيطر عليها، وده بمناسبة حلقتنا فكرة المشاعر، هي اللي مسيطر عليها ان انا هرجع كأني مزلولة منكسرة بالبلدي كده، مراته التانية هتركبها. ده اللي مخوفها وده اللي مضايقها. لو بدلت الشعور والفكرة دي يا شيخ احمد انها رجع حكمة، رجع انها هي بتحافظ على بيتها، رجع بموقف قوة مش موقف ضعف، وتروح مش علشان يركبها، مش هتسمح ان حد يركبها. أيوة. هي هتحط شروط، تفصل بقى في التعامل وما إلى ذلك، بتضع حلول. أنا بدل ما أقعد إن أنا أفكر في النقطة دي زي ما حضرتك قلتي، لا أفكر بقى بإيجابية، بمعنى طيب أنا خليني أفكر في الأمور اللي حصلت كل الفترة اللي فاتت، إزاي أخد منها الموعظة، إزاي إن أنا في الحالة دي أقدر أشوف إيه اللي كان اللي في نظري أنا كنت بعمله ما كانش مطلوب اعمله، او هي فهمته ضرتها، بمعنى اصح فهمته بشكل غلط، فهمته بشكل معين، فابدا اتدارك هذه الامور واتدارك هذه المشاعر واتعامل يعني زي ما بيقولوا بحاله جديده، نقلب الصفحه القديمه ونبدا صفحه جديده وحياه جديده. سبحان الله. انا كان والدي ربنا يكرمه ويديله الصحه كان دايما يقول لي على نصيحه، يقول لي ما تاخديش قرار تبقي فاكره انك هتعاقبي بيه اللي قدامك وانت تكوني بتعاقبي نفسك. صحيح. فهي الفكره انت بقالك سنتين فاكره نفسك بتعاقبيهم وانت برضو بتعاقبي نفسك، فخلينا بحضور. لا، وكمان هبين في مساله في حكم شرع احنا قلنا عليه. المراه التي تخرج من بيت زوجها بغير رضاه بغير اذنه، هذه في الشرع حكمها أنها امرأة ناشز واقعة في معصية. حتى لو الزوج عاصي وقتها، وحتى لو الزوج يعني الأمر ظالمها، الأمر لا يعامل بأمر، يعني بمعنى إلا إذا كان بقى يعني أجبرها على فعل معصية أو على فعل شيء ونحو ذلك. أنما ما دامت تستطيع أن تتدارك الأمر في بيتها فعليها أن تتدارك. حتى العلماء قالوا يعني لو أبوها وأمها طلبوا منها الخروج لا تخرج إلا بإذنه، مدام وفر لها السكن وما إلى ذلك والنفق. فهذا ينبغي الانتباه لهذا الأمر، لأنه أحيانا بتحصل في كتير من المشاكل اللي بتحصل ما يسمى بالعناد والندية. صح. أنه أنا وإنت وأنا وإنت، الأمر بين الزوجين ليس فيه أنا وأنت، فيه أنه إحنا الاثنين واحد، أنه إحنا الاثنين كلنا لينا حدود، لينا ضوابط، كلنا بنسير تحت هذه الضوابط وتحت هذه الحدود. فأنا بقول لها تتواضع لله عز وجل، وزي ما حضرتك ذكرتي تشوف طريقة ترجع بيتها، وبنفس الوقت اللي هو برضو زي ما بيقولوا رأسها مرفوع، تشوف حد حكيم، حد هو بيسمع منه، تقول له أنا عايزك تاخدني توديني البيت مثلا، ويروح يقعد مع زوجها يتكلم معاه، وبنفس الوقت عارف أنه لا يرده وهيسمع كلمته، وله من الحكمة والحنكة والذكاء ما هو معروف به. بالزبط. عند ذلك إن شاء الله ستنصرح الأمور، وهي بقى وهي ببيتها تبدأ أن هي تعمل إيه، ترتب حياتها من جديد، وتبدا تتعلم من افكار جديده ومعاني جديده، وفعلا نتعلم. هي المواقف دي بتعلمنا ازاي نعرف نتعايش بعد كده. ده بيتك في الاساس، ما تخرجيش منه طالما انت مش متضرره لدرجه ان انا عايزه اتطلق مثلا، فانت ارجعي وخدي الخطوه دي وانت من جواكي حاسه ان انت قويه مش ضعيفه ولا منكسره. الشعور ده بجد لو بقى جواكي هينعكس على اللي حواليك. انا يعني استسمحك يا ام عبد الله تقولي لنا والتابعينا اتصرفتي ازاي وعملتي ده ولا لا، او المستجدات اللي هتحصل ان شاء الله خير.